صباح الفل على حضراتكم مرة تانية، وخلينا نبتدي النهاردة كلامنا بالأجندة الخاصة بالأسبوع ده بشكل سريع كده، لأن الأسبوع الحالي عندنا فيه أكتر من حدث مهم ومهم جدا بقى، سواء محليا أو قاريا. أول حاجة احنا عندنا النهاردة نهائي كأس آسيا ما بين الأردن وبين قطر، نهائي عربي خالص 100%، وبكرة كمان يوم الأحد هيكون عندنا نهائي كأس الأمم الأفريقية ما بين نيجيريا والكوت ديفوار، برضه نهائي أفريقي خالص من غير ما يكون فيه منافس عربي. كمان الأسبوع الحالي عندنا طبعا عودة مرة تانية لمباريات الدوري المصري الممتاز، دوري النايل، بعد فترة توقف طويلة أيام الثلاث والأربع والخميس. أولها هتكون يوم الثلاث مواجهة تجمع الجونة مع المصري البورسعيدي وسموحة مع البنك الأهلي، وبعد كده يوم الأربع هيكون في لقاء ما بين المقاولين العرب مع فريق أنبي، والاتحاد السكندري كمان هيكون على ميعاد مع طلائع الجيش، وزاد هيكون على ميعاد مع بيراميدز. يوم الخميس برضه هيكون في لقاء بيجمع ما بين بلدية المحلة مع فيوتشر والإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا. والحقيقه طبعا اجنده ماتشات الدوري المصري الممتاز وكاس الرابطه كمان وكاس مصر هيكون في قصادهم مواجهات يعني او تاجيلات كتيره جدا محتمله، لان طبعا السنه الحاليه مضغوطه بشكل كبير جدا، وهنقول ليه برضه كمان هنتكلم مع حضراتكم عن الارتباطات الخاصه بمنتخبنا الوطني الاول في سنه 2024. لكن مطلوب اكيد حسم ميعاد نهائي لمسابقه الدوري المصري الممتاز، خصوصا طبعا وانه يعني في انديه كتيره جدا لعبت 6 ماتشات بس لحد دلوقتي، واحنا كمان خلاص في شهر فبراير سنه 2024، وده شيء اكيد هيحط لجنه المسابقات في ضغط كتير جدا الايام اللي جايه.